مساء الخير صبايا، اليوم رح نتعرض لموضوع حلاوة الجبن. أنا نزلت الرابط تبعه والبنات عم تفشل معهم للأسف، ونحن منحب نساعد الصبايا ونبعث البسمة، وهي بسمة الفرح والنجاح، ونحول الفشل لنجاح باهر وحتى لناخذ الأطيب. أولا، مقومات وأساسيات نجاح حلاوة الجبن هو الجبن بحد ذاته، وهو أفضل جبن هو جبن الحلوم السوري اللي بيجي ضفرة. هذا هو اللي بيعطي خيوط عنكبوتية لحلاوة الجبن لتتماسك العجينة. نحن عم نطبخ حلاوة الجبن، حطينا السميد، حطينا المي، بعدين منطفي ومنحط هالجبن بآخر مرحلة، ومنشط ومنمط بالجبن، بتلاقي مثل الخيوط العنكبوتية، منعجنها وبعدين منمدها. طيب، المغتربين ما لا متوفرة جبن الحلوم، في عندك جبن عكاوي متنوع، في منه بيسيح في منه ما بيسيح. طيب، نحن مشان ما نقع بخطأ الفشل ايش بنعمل؟ منجيب طواية تيفال. اول شيء الجبن رح يجي مالح، بتغيري المي عنه، المي البارد، وبتحطيه بالبراد. بجوز ياخذ معك وقت 5 مرات 6 مرات 7 مرات تغيير المي. بعد ما منغيره طبعا بدك تقطعيها قطع رقيقه مشان تحلى مزبوط. بناخذ هالقطع من الجبنه، كم قطعه، ومنجيب طواية تيفال ومنحطها. مجرد ما نحطها وبالمعلقه بتسيح على النار، معناتها صالحه جبنتنا لحلاوه الجبن. ما شدت معك الجبن، معناتها هذه الجبن غير صالحه لحلاوه الجبن. فرضنا انت وقعتي بخطا، الجبن كبتل معك وشب بحلاوة الجبن وانت عم تطبخي، منكب النعمة ابدا، رح نحول الفشل لنجاح. تابعي خطوات حلاوة الجبن كاملة، بعد ما تخلصيها خليها تبرد، نضربها على المكسر او بماكينة الكبة من ديرة لتصير معنا عجينة، وصدقيني دوقيها رح تاخدي طعم رائع. حطي فستق اخضر مع أو فستق مطحون معها، وديريها على الماكينة، رح تعطيكي هالعجينة الرائعة، هالعجينة الرائعة. طيب، وبتتابعي الخطوات، بتجيبي قالب التشيز كيك، بتحطي كيس نايلون بهالطريقة، بتمديها تماما، حطيها بالفريزر لمدة ربع ساعة جمدة. نيجي نحن منمد القشطة فوقها، هاي قشطتي أنا طبختها في البيت، تفقيس الحليب بواسطة الخل، لا تكتري الخل مشان ما تحمض معك القشطة أو القريشة منسميها. المهم بعدين منضيفها قشطة جيمر لناخد الطعم الرائع. لا تضيفيها لبخة أبدا، اللي هي عبارة عن حليب وسميد وطحين وبعدين بس يسمكوا. هاي نحن عم ناكل شيء بارد، عم نستطعم بطعمة القشطة الطيبة. تمام؟ طيب، منزينها القشطة، وبعدين بمكسرات، مكسرات عندك جود من الموجود، فستق، صنوبر، لوز، بتحمصيه ما بتحمصيه هذا ذوق شخصي، رح أفرجيكي بنهاية الأمر شلون رح أزينها. طيب، فرضنا أنت جبتي حلاوة جبن كمية هائلة، جبتي كمية كبيرة من حلاوة الجبن. طيب، أنت استهلكتي جزء من حلاوة الجبن وبقي عندك كمية رفعتيها بالفريزر. انت وقتك طالعيها من الفريزر هاي كمية حلاوة الجبن اللي رفعتيها، رح تدوقيها، ما رح تحسي بطعامة حلاوة الجبن وقت عملتيها تازة. طيب، بدنا نحول هالطعم الغير طيب للأطيب، ايش منساوي؟ منضيف معلقتين قشطة جيمر لإلها وفستق حلبي، ومنخلطها على الميكسر، وبنعملها بنفس الطريقة، رح أفرجيكي رح تاخدي طعم رائع. هاي هي حلاوة الجبن فرضنا، هاي هي قسمتها قطع صغيرة، رح أحطها أنا في الميكسر، في الميكسر رح أضيف مع فستق حلبي. ما عندك فستق حلبي
حطي ملون أخضر مع شوية فستق حلبي، بيعدل الطعم وبيعدل الشكل واللون. تمام؟ بدنا ناخد عجينة بهاللون الجميل. أنا حاطة فستق أخضر، فستق طبيعي، ما احتجت للمي. تمام؟ راح نضربها بهالشكل. حطيلي مع قشطة، قشطة جيمر أو قشطة تفقيس الحليب، وبتابع. باخد عجينة، تقدري بماكينة الكبة تاخدي نفس النتيجة. هاي سمن عربي قلنا نحن ناخد الأطيب ومشان يسهل معنا العمل. بتريدي ماء مثلج أو سمن عربي، انت اختاري اللي بدك اياه. تعملي بهالطريقة، نحن ما بدنا نحط سمن عربي مشان يسهل مدة لحلاوة الجبن. هيك ما بتعذبني بهالطريقة. شوفي ايدي عم بلتها مجرد لت، وباخد حطي طبعا ما زهر. بهالطريقة رح اكمل كل قالب التشيز كيك بهالعجينة. بعدين بدي احط القشطة الرائعة اللي عملتها في البيت مع اضافة قشطة جيمر. بعدين بدي ازينها بمكسرات. هيك اخذنا وحولنا الفشل لنجاح باهر، واخذنا الشكل الأروع والطعم الأطيب يد بيد مع مدام دلال وداعم للفشل. أهلا وسهلا فيكي صبية. منكمل صبايا، يا ريت هيك تقربي على هاي حلاوة الجبن اللي أنا عم بعرض كأني حلاوة جبنتنا فشلت. تابعنا بقية الخطوات لنحول الفشل لنجاح. طعمتها كتير بتشبه المدلوقة، وصدقيني أطيب. بهالطريقة حولنا الفشل لنجاح. والطريقة الثانية مثل ما قلت لك، انت اجاكي كمية كبيرة من حلاوة الجبن، زاد معك، رفعتيها بالفريزر، بعد اسبوع طالعتيها. بنعملها بهالطريقة مثل ما قلت لك، بنطحنها على الميكسر. عملت بالجزء الاول الطريقة بالتفصيل. طيب انا عملت الطبقة الاولى بعد ما ضربتها بالميكسر، وصار عندي عجينة مع اضافة الفستق الاخضر، ومديتها بواسطة إما لت يدك بماء مثلج أو بسمن سايح، بس لت، نحن ما عم نعطي مشان ما تلزق العجينة بإيدك. مديتها أنا مشان أخذ راحتي، حطيتها بالفريزر بس لمدة ربع ساعة تضرب شوي. بعدين قعدت أنا زينت الفستق طبعا، لأنه ما بيلزق معك الفستق إذا حطيتيها بالفريزر وطالعتي. الفستق هذا قسمته بالنص، الفستقة هاي قسمتها بالنص وزينتها بهالطريقة. بعدين القشطة، هاي هي القشطة، قشطة البيت، عمليها تفقيس الحليب مع إضافة قشطة جيمر بوك، بياضة ناصع بياخد العقل، طعمتها ما في أروع منها. نحن بهالطريقة كترنا، لأنه كمية تفقيس الحليب مهما كترتيها بدها تطلع معك كتير كميتها قليلة. ودايما حليب الفريش اللي منجيبه سائل من السوبر ماركت، ضيفي بودرة حليب كاسة لكل لتر، لأنه الحليب ما له دسم. نحن بدنا نعطي دسامة، وبنفس الوقت بدنا ناخد كمية أكبر من القشطة. قشطتنا بهالطريقة، أنا حطيتها بهالطريقة، هذا الشكل هو أنا عملته. هاي المعلقة راح أعمل مثل موج البحر بهالطريقة بالمعلقة. أنا بشكل سريع بدي أعمل لك إياه. الزينة راح أحط فستق بهالطريقة مثلث، يدخل داخل الموج اللي عملته بواسطة المعلقة الصغيرة. بهالطريقة حددت مثلث أنا. رح أخذ هدول الفستقات بهالطريقة، طبعا
طبعا صحن التقديم جود بالموجود، ان شاء الله تكون صينيه المنيوم، ما بيهم الامر، انا رح اعطيكي طريقه نشوف شلون بدنا نجود بالموجود. بتقلبي صينيه، فرضنا صينيه الالمنيوم على قفاها، اذا عندك ورق كورنيش حلو، اي شيء متواجد عندك بنقدر نطمس معالم قفا الصينيه تبعت الالمنيوم. انا عم بقول للناس اللي ما عندهم فرضنا رح نجود بالموجود. هاي هي طبعا نحن، انا بصراحه هلا بحطها، المفروض احطها بالفريزر لانه هي انا تازاي، احطها ولو لمده 10 دقائق. هو هذا قالب تشيز كيك، انا مثلا عندي هذا الطبق متعرج صاير، بده يزعجني. طيب بحط انا ها، تمام، بحط هاد وبحط هالورق الكورنيش، اذا عندك مدور، عندك ما عندك مدور ما في مانع، حطي تنتين جنب بعض ويمشي الحال. صينيه القهوه اذا قلبتيها على قفاها وحطيتي كورنيش مدور بيطلع حرف جميل بياخذ العقل. عندك صحن مربع عادي، ما عندك اشكال ابدا ابدا بالطريقه. طيب انا رح افتحها، ما هيك رح اطالع. شلنا، شوفي هالشكل الجميل. انا مشان طلعي اعمل هيك، ناخد هالشكل الحلو، ماشي حالة. رح هلأ احطها بهالطريقة، تمام، وانا بقص هالنايلون هذا، او حتى انا بجمدها ربع ساعة بس. ليش؟ بسحب من تحت هذا الصحن التشيز كيك، بسحبه بكل السهولة، ما بتلعب معي المدلوقة. شايفي هالشكل الجميل ما أحلى؟ فعلا بياخذ العقل. حولنا الفشل لطعم أطيب وشكل أروع مثل ما وعدتك. هاي حلاوة الجبن أنا عندي إياها من أسبوع، حطيتها بالفريزر، ما حدا بده ياكلها، الكل عامل ريجيم في البيت، حطيتها بالفريزر مشان ما تخرب. هلا طالعتها، طحنتها على الميكسر وتابعت الخطوات لاخذ قالب جميل واقدمه بطعم اطيب لضيوفي. اهلا وسهلا صبيه، وبنفس الوقت مثل ما قلت لك، وقت بتفشل حلاوه الجبن معك، تفشل حلاوه الجبن معك، تطحني بتتابعي الخطوات كلها كاملة، بعدين تطحنيها على ماكينة الكبة أو الميكسر وبتعملي هالشكل الجميل بخطوات مدام دلال، خطوة بخطوة. أهلا وسهلا فيكي صبي. إيه صبايا، هذا هو مثل ما قلنا طبقنا حلاوة الجبن اللي حولنا الفشل لنجاح. وبتقدري طبق المدلوقة أو ليالي لبنان اللي كان إذا هي بسميد أو بعجينة، عجينة الرفيعة، أنا طرحت طريقتها، الطريقتين طرحتهم، بتقدري تعمليها بهالشكل الجميل. وبتقدري حلاوة الجبن الفاشلة بعد ما تعجنيها بالماكينة والديرية تفتحيها مثل ماكينة الكبة، تفتحيها مثل طريقة الكبة وتحشيها قشطة وتزينيها فستق مثل هالطريقة، أو تتركيها سادة عفوا، وبتجيبي كورنيش بسيط، بتحطي القشطة بهالشكل، بعدين بتحطي هاي حلاوة الجبن، هاي معجونة بالفستو، هاي العجينة الفاشلة، فرضنا الفاشلة أو المفرزة، حبيتي تجددي طعمها وتحطيها بطريقة جديدة، مثلا زقمتيها بالفريزر مثل ما ذكرت، بحطها بهالطريقة. شوفي ما أحلى هالشكل، ورح تضيفيها، فعلا شكل بياخد العقل. وهذا هو شكلنا الحلو اللي قدمته مدام دلال. واللي حابة تتعلم طريقة التزيين يد بيد، وأهلا وسهلا فيكي صبي.